كمان المرأة ما فيها تعطي دم، المرأة فيها تعطي دم، مكمعين لفرق بالمجتمع فيها تعمل فرق بهالواجب. Blood donation is the most important thing that a person can make towards humanity and society. أدعم الإنسان أول شيء. تاني شغلة بهذا الظرف والوضع اللي نمرق فيه والأزمة حضرنا بالمستشفيات بنساعد الجميع.